سؤال، عندي مشكلة كبيرة يا ابونا مع التعصب الكروي، كرة القدم يعني، حاسس ان الكرة واخدة اكبر من حجمها، لما الفريق المنافس بيكسب بتعصب ويومي ما بقاش تمام، غير ان في لعيب في الفريق المنافس بتمنى له الشر وممكن الموت. رحت الاب اعترافي وحسيت من كلامه ان الموضوع تافه، او مش للدرجة دي يعني، بس انا فعلا في مشكلة كبيرة عايز اخد منها الحلو واتبسط بفريق. انا هقول لك تدريب صعب قوي قوي يعني. انت عرفته طبعا، اقعد فترة ما تتفرجش على الكرة خالص. ما هو في حالة ادمان، احنا عاوزين نحرره من الادمان شوية. يعني ايه؟ اقعد فترة ما تتفرجش، هتتجنن عشان تشوف. وبعدين بيعملوا إعادة الأهداف، كان زمان لما بيجيبوا المباراة بيجيبوا إعادة أهداف، ملخص المباراة، اتفرج يا سيدي على ملخص المباراة، تلاقي مباراة 90 دقيقة بيلخصوها 10 دقائق وليكن، أنا مش عارف قوي بس يعني ممكن جدا تشوف الأجوان على الكمبيوتر، على اليوتيوب، على اليوتيوب ممكن تشوف الأجوان على اليوتيوب، ممكن تتفرج نص فرجة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، يعني الانتماء حلو، الانتماء لربنا حلو، الانتماء للكنيسة حلو، وبعدين انتماء لمصر حلو، لكن ان يبقى في فريق مسيطر عليك بالشكل ده، يتحكم في المود النفسي بتاعك، ده كل لاعب اعتقد مرتباتهم كبيرة اليومين دول، يعني مش بلاش ملايين، اللعيبة العادية مثلا بتاخد 20,000 30,000 في الشهر مثلا، 40,000 ما علينا، اوكي انتوا عارفين، بس مش عايز الاحقاد تزيد يعني. لكن يعني انا شايف ان اللعيبة دي يعني بتكسب قوي، وبعد ما بتكسب حتى وهي مغلوبة بتنزل تنبسط وتتعشى ويشربوا وياكلوا عادي جدا، يعني الموضوع بالنسبة له بيزنس يعني، واكل لقمة عيش، وانت بالنسبة لك حب وكأنه حرق الدم، انت اللي ممكن تروح فيها يا حبيبي، شويه ضغط يطلعوا يعملوا لك شعيره في البتاع، تلاقي عينك ما بتشوفش، بتاع ودنك ما بتشوف. ده في ناس بتموت في الكوره، يعني في ناس بتموت في الكوره، حاجه فور فن اتقلبت حرب. لا، احنا عاوزين نوصلها انها تبقى فن، وانت عارف اللي يكسب يكسب واللي يخسر، لا ده هيديك ولا ده هيهديك، صح؟ فيعني هم ناس يعني الدنيا يعني ممكن يكون الانتماء بتاعك انت اكتر من انتماء اللاعب، يعني هو بيلعب في نادي وبيفكر في نادي تاني يتنقله ويشتروه، صح؟ فالموضوع بالنسبة له ايه؟ بيزنس، وانت قلبته حياة او موت. ليه؟ موضوع بسيط قوي قوي قوي. بس انا عايز اقولك حاجة، لو انت جربت الحل انا بقوله، انك انت تمتنع 3 أشهر عن الفرجة خالص وتكتفي بالعشر دقايق دي، ووقت المباراة اعمل اي حاجة تاني، انزل اجري في الشارع، انت خد بالك، انزل اجري في الشارع، او انت طول ماشي كل ما تمر على قهوة بيتفرجوا على الماتش وهم نتيجة كام وجري. لكن هي المشكلة في انك بتقعد، فبتقعد بتسخن طول ما انت بتقعد، كان بصاله كان ادهاله، صح؟ يبقى انت اللي بتحط نفسك على البوتاجاز وترجع تتلسع وتقول اي انا شايف، تنزل من على البوتاجاز، اقعد فترة ما تتفرجش. لو قدرت قعدت فترة ما تتفرجش وابتديت تتفرج تاني بالراحة، واعرف ان ما حدش فيهم بيديك حاجة في الاخر، انت اللي بتخسر. فدي خطية على فكرة، خطية غضب، خطية إدانة. انتوا عارفين اوقات في ناس ما بتشتمش الا وقت المباراة، يعني حصل مرة زمان يا ولاد احكي لكم حكاية، من 25 سنة انا كنت معدي معاد لناس افتقاد، وهم كانوا غاويين كورة وناسين ان انا جاي، امام الله صباعي في الهواء كده بيني وبين الجرس 30 سنتي، يعني عندي النية خلاص هضرب الجرس، ولقيت واحد بيشتم حتة شتيمة وبزعيق، فانا رحت منزل ايدي، وبعدين راح التاني رد، وبعدين التالت رد، وبعدين ما بقتش فاهم هو ايه اللي بيحصل في البيت، لحسن تحصل جريمة قتل، وبعدين سكتوا فسمعت المذيع، ففهمت ان ده ماتش كورة. المهم رحت انا مخبط، فدخلت لقيتهم وشهم مخطوف شوية، ابونا انت واقف بقالك كتير.